أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة. بشكل نهائي استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تضمين أسئلة امتحانات الثانوية العامة جزئيات مقالية يجيب عنها الطالب بأسلوبه دون الارتباط بنموذج الإجابة طالما إن الإجابة صحيحة، حيث أكدت الوزارة إن الأسئلة المقالية سوف تشمل جميع المواد الدراسية بجانب الأسئلة الاختيار من متعدد، وإن التصحيح هيتم إلكترونيا. وأوضحت وزارة التربية والتعليم إن الأسئلة المقالية سوف تمثل ثلث الأسئلة، أي بما يعادل من 25 لحد 30% من مجمل الأسئلة بتاعة الامتحان، وإن باقي الأسئلة اختيارية بنسبة 70%، على أن توزع درجات الامتحان وفقاً للوزن النسبي لكل سؤال ولا تغيير في مجموع الثانوية العامة أو طريقة الالتحاق بالجامعات. وشددت على إن الأسئلة أيضاً من خلال بنوك الأسئلة ويشارك في مراجعتها ووضعها الموجهين ومديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة. وأشارت كمان الوزارة إلى أن الوزارة ستعيد توظيف التابلت في المدارس الثانوية وسيستمر في التعليم، وأنه لا صحة لإلغائه على أن يتم استخدام التابلت في اختبارات قصيرة علمية بدون درجات ليعزز من مستوى الطالب التعليمي والمعرفي، موضحة أن ما يتم الاستثمار فيه منذ سنوات من أدوات تعلم مستمرة وأنه لن يتم إلغائها، ولكن قد تعدل طريقة استخدامه مثل تعديل المناهج وتخفيف المناهج وإعادة توظيف التابلت. وقالت كمان وزارة التربية والتعليم إن لجنة من خبراء التربية بتدرس شكل الأسئلة في الثانوية العامة وكيفية إدخال الجزئيات المقالية في الامتحانات، وما توصي به اللجنة سيتم تطبيقه لأنها أعضائها أهل اختصاص وخبرة. وأوضحت كمان إنه هيتم إعادة ضبط الامتحانات وشكل الأسئلة مع توفير نماذج استرشادية للطلاب من على موقع الوزارة علشان يقدروا يطلعوا على شكل الأسئلة في الثانوية العامة. وشددت كمان الوزارة على إن التقييم الجديد مستمر كما هو ولا صحة لإلغاء التقييم الفني في الثانوية العامة، مؤكدة أنه سيتم إعادة تصحيح مسار بعض المحاور في التقييم منها الأسئلة وطريقة أداء الطلاب للامتحانات خاصة في الصفين الأول والثاني الثانوي العام، لافتة إلى أنه لن يتم إلغاء الامتحانات الإلكترونية في الصفين الأول والثاني، ولكن سيتم إعادة ضبطها من خلال الإدارات والمديريات التعليمية. خلينا أقول لحضراتكم كمان أن الوزارة أكدت أنه هيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتقييم سواء للصفين الأول والثاني الثانوي أو الثانوية العامة قبل بدء العام الدراسي الجديد، حتى يكون الطالب وولي أمره على علم ودراية كاملة بشكل التقييم والأسئلة والامتحانات لتحقيق عام دراسي مستقر ومنضبط من خلال تعريف الطلاب بكل ما هو يعني يخص تفاصيل الاختبارات اللي خاصة بيهم. الوزارة كمان لفتت إلى أن التعليم في المراحل الثانوية مستمر من خلال المنصات الرقمية سواء بنك المعرفة أو القنوات التعليمية، وأنه لا صحة لعودة الكتب الورقية مرة أخرى لأنه لم يتم طباعتها أصلا من الأساس. وأوضحت أن التقييم الجديد بيهدف إلى أن يصبح الطالب شريك في الحصول على المعلومات من خلال البحث والتصفح عن المصادر المختلفة للتعلم، ومن ثم التابلت يساعد الطالب على اكتساب أكبر قدر من المعرفة المرتبطة بالمناهج الدراسية في المرحلة الثانوية. دي كل التفاصيل الخاصة بالتغطية اللي قدمناها لحضراتكم من تلفزيون اليوم السابع، واشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة.